السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم، من أجل أن ترسلوا ما لديكم من رسائل سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. أكدت خلية الإعلام الأمني أن أسباب انفجار الصهريج الذي حصل يوم السبت الماضي في منطقة البنوك شرقية العاصمة بغداد تعود لخلل فني متعلق بتمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج، وأن الحادثة عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة. كما أكدت الخلية في بيان لها عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج. إلى هنا انتهى خبر خلية الإعلام الأمني، لكن في المقابل عبر شهود عيان عن صدمتهم من مدى قوة الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك في بغداد، وأكد الشهود أن عدد القتلى يتجاوز العدد المعلن ويبلغ نحو 18 شخصا، فيما ندد ذو الضحايا وشهود عيان بالإهمال الحكومي المتمثل بالسماح بدخول الصهاريج داخل المرآب في بغداد دون رقابة تذكر. طبعا بشأن هذا الموضوع، تداول ناشطون مقطعا مصورا للحظة إلقاء القبض على شخص قالوا إنه متورط بعملية الانفجار، فيما لم يتسنى لنا التأكد من صحة تلك المعلومات. دعونا نشاهد. لنتابع مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من رائد رحيم يقول: هو صهريج غاز، شكوا جايبيه بحي سكني، ليش هيك؟ شنو ذنب هاي الشباب؟ تعليق لدينا من الشاعر حسين الشويلي يقول: يا أخي ما جاي أصدق صهريج ينفجر ويعبر كل هاي المسافة. إحسان أبو زهراء يقول: يا ناس هذا مو بايسيكل، هذا صهريج، شلون قطع هاي المسافة؟ شلون إجا؟ ليش ما تفتش؟ وين السيطرات؟ وين الأمن إذا الشغلة مدروسة؟ إذن الشغلة مدروسة. يقول مصطفى العتيبي: هذا التفجير الجماعة مسؤولين عنه، جماعة الخضراء، على مود يشغلون الناس على تشكيل الحكومة حتى ما حد يتظاهر على فسادهم. دعونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر يرتبط بما قاله مصطفى في تعليقه بشأن انفجار الذي حدث في منطقة البنوك. طبعا نستمر باستعراض ملفات وزراء حكومة الولاية الثالثة كما يسميها العراقيون، في إشارة إلى ارتباط حكومة السودان بحكومتي المالك الأولى والثانية. بعد أن استعرضنا ملفات وزير الداخلية ووزير التربية ووزير الموارد المائية في حلقة أمس، دعونا اليوم نفتح ملفات عددا آخر من الوزراء، ونبدأ مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو التي تولت حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين للمرة الثانية على التوالي بحكم انتسابها لحركة بابليون بزعامة الميليشياوي ريان الكلداني. وزيرة الهجرة
ارتبط اسمها بملف فساد إطعام النازحين في عام 2021، حينما كشف النقاب عن عملية فساد بملف إيصال المساعدات إلى النازحين بمبلغ يقدر بستة مليارات دينار عراقي. أين صرفت هذه المبالغ؟ صرفت على شراء الثلج. هذا المبلغ يعادل 4 ملايين دولار أمريكي، وهي واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي تتم بغطاء قانوني تحت ذريعة الإطعام. طبعا الوزيرة لم تعلق على الملف رغم فداحة الكارثة التي تكشف تورط الوزارة وتعاملها مع مافيات فساد. اكتفت بالقول أن وزارتها مبحرة بالفساد منذ سنوات دون أن ترد على موضوع صفقة الثلج. طبعا تشير معلومات خاصة إلى أن هذه العمليات تتم بإشراف متنفذين من بينهم ريان الكلداني الذي تعتبر الوزارة من حصته. طبعا أجري لقاء سابق مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، وطرح عليها السؤال المتعلق بصفقة الثلج، لكنها تهربت من الإجابة على هذا الموضوع. لنشاهد. شامو دقيقة. ننتقل من وزيرة الهجرة والمهجرين التي لم تجب على السؤال إلى وزير التخطيط الحالي محمد تميم، هو الآخر متهم بالفساد في أكثر من قضية عندما تولى وزارة التربية، وبالرغم من إحالته للنزاهة بسبب شبهات فساد في عام 2018 على خلفية تورطه بصفقات فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات، وبالرغم من إدانته بقضايا هدم المدارس والفساد الذي رافق عمليات طباعة الكتب والتوظيف خارج الضوابط، تم اختياره في حكومة محمد الشيع السوداني في التشكيلة الجديدة. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الذي صوره مواطن من مدينة الصدر في بغداد وهو يتحدث عن تركة محمد تميم الثقيلة. لنشاهد. هذا واقع إحدى مدارس مدينة الصدر. محمد تميم وزير التربية السابق اللي أصبح وزير تربية من 2010 لحد 2014 حكومة المالكي الثاني، فلج 700 مدرسة بالمحافظات العراقية. 700 مدرسة، هذا الشخص راح يستلم وزارة من جديد، هو وأخوه. أخوه كان مقاول هدم 700 مدرسة، مبلغ بناء المدارس انسرق، هو كان سبب في سرقته، أصور هو موجود يعني هو اللي عنده الأموال. 700 مدرسة، المبلغ ما يقارب مليار دولار. لازم يتحاسب، هاي وحدة من المدارس، أنا حالياً بقطاع 52 بمدينة الصدر، 3 مدارس في مدينة في هذا القطاع هدمت. 70 مدرسة في مدينة الصدر هدمت. اللي هدمهن محمد التميم. محمد التميم راح يرجع يصير وزير تخطيط في وزارة التربية، هو وزير فاشل. ما حد قال له منو هدمهن، ليش هدمتهن، شنو السبب اللي صار. راح يرجع من جديد يكون وزير تخطيط، سارق حرامي فاسد. لا يتوقف الموضوع عند هذين الوزيرين او ما عرض يوم امس. ناتيكم مشاهدينا الكرام الى الطامة الكبرى التي حلت على العراق والمتمثلة باختيار نعيم العبودي المتحدث السابق باسم ميليشيا العصائب والنائب عنها في الدورة البرلمانية الأخيرة، تعين لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الجديدة. هذا الموضوع أثار جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي لأسباب تتعلق بتحصيله الدراسي، بتحصيله العلمي، وهي حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه من الجامعة الإسلامية في لبنان. الجامعة الإسلامية في لبنان هي ضمن حلقات كانت فضيحة تزوير الشهادات العلمية فيها، كشفت عنها صحف لبنانية وقالت إن عددا من المسؤولين العراقيين متورطين فيها أو متورطون فيها. طبعا ردا على فضيحة الشهادات المزورة حينها، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تعليق الدراسة في عدد من الجامعات اللبنانية من بينها الجامعة الإسلامية لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية. يرى مراقبون أن اختيار ميليشيا العصائب لوزارة التعليم العالي في حكومة الولاية الثالثة ليست خطوة عشوائية، بل هي خطوة مدروسة للسيطرة على الجامعات بعد دورها الكبير في التظاهرات وإدامة زخمها إبان طبعا ثورة تشرين. تعتبر هذه خطوة استباقية بحسب مراقبين للحد من أي تأثير للطلبة في المرحلة القادمة كما هو حاصل في إيران حاليا. طبعا في غضون ذلك أعاد ناشطون عراقيون ومدونون نشر تصريح تلفزيوني سابق لنعيم العبودي
عدوه بمثابة الخيانة العظمى حينما أقر بتبعيته لنظام ولاية الفقيه والمرشد الإيراني علي خامنئي. دعونا نشاهد. منطلقاتنا فقهية، هاي واحد. ثانيا نحن بالنسبة لنا يعني عمودنا الفقهي ثقافيا وعقائديا هو ولاية الفقيه، نؤمن بولاية الفقيه، ولكن ولاية الفقيه لا نفوضها على الناس، هذا جانب عقائدي، جانب يخصني، لا يمكن فرضها على الناس، ونرى بأنه بالعراق هناك خصوصية لا يمكن أن تكون ما يكون في العراق مشابه لما يكون مثلا في الجمهورية الإسلامية وفي جنوب لبنان، يجب أن يكون العراق له خصوصية خاصة، وبالتالي نحن نعلنها رسميا ونحن توجهنا إسلامي وإيماننا بولاية الفقيه، ولكن ولاية الفقيه بالعراق ما ممكن تطبيقها لأسباب 1، 2، 3 وهي خصوصية الشعب العراقي. مشاهدينا لنتابع سريعا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع التي عرضناها. إبراهيم الطائي يقول: الإناء ينضح بما فيه، لعد إذا ولاكم الغير دولة علش باقين بالعراق. ليلو تقول: أكيد لو ما هذا اعتقاده ما كان صار وزير التعليم العالي على حساب الكفاءات العلمية الموجودة بالبلد، لأن هم الجماعة نفسهم خلوه بهذا المنصب. صفاء الدين يقول: وماذا تفعل في العراق إذا كان عمودك الفقري في إيران؟ اذهب إليها وعش هناك، لأنك في هذه الحالة سارق لص لخيرات العراق، فارحل يا محتل مع أسيادك الذين نصبوك على رقاب العراقيين. لدينا تعليق من علي الحربي يقول: أهم شيء إيران، خلي المواد كلها تحكي على إيران، الإسلامية واللغة العربية سووها إيرانية، حتى الرياضيات مثلا بدل ما نكتب 1 خليه إيران. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم للتعليق بشأن ما عرضنا وأيضا بشأن ما سنعرض بعد قليل. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخ كان يعلق يقول مثلا لماذا باقي في العراق؟ هو أصلا هو مبعوث للعراق عشان يسرق وينهب إيران، هاي واحدة. يعني احنا استاذ محمد، احنا يعني صراحه ليش نستغرب يعني ما جاء يفتهم؟ وهو نفس النفايات جاي يداوروها. يعني محمد الشيع السوداني عمي هذا مو رئيس وزراء. رئيس الوزراء يا شعب العراقي نوري الهالكي. هو هذا رئيس الوزراء. هم نفسهم، واحد كان وزير التربيه، ذاك كان وزير الثقافه، هذا كان وزير الصحه، ذاك كان محافظ، هو نفس النفايات جاي يتنقلون. زين احنا هي نقول تعالوا شوفوا الشعب الايراني، شوف ايش سوى وجاي يسوي وراح ينتصر على ان شاء الله راح ينتصر على اخطر نظام بالعالم. هاي يرجعون يقولون لنا الثوار تشرين ضحوا 700 واحد. زين ادري شلون يعني احنا ظل صافين احنا شلون؟ يعني احنا استسلمنا لدوله؟ عمي احنا ندري بهم مجرمين، ندري بيهم حراميين، ندري بيهم نفسهم، بس احنا نظل يوميا نحكي زين وبعدين احنا نريد حل. عمي يا شعب العراقي نريد حل. طيب قبل الشعب سيد ابو علي، قبل الشعب خلينا نجي على جزئيه تتعلق بالمجرب لا يجرب. احسن. ذولا اللي موجودين بالحكم اغلبهم تبوأوا مناصب سياديه برلمانيه، يعني كانوا موجودين بالحكومات اللي تشكلت طيلة السنوات الماضية وأثبتوا فشلهم. لما يتم اختيارهم شنو معنى هذا الكلام؟ وين الوصاية؟ وين العفو الوصية اللي أعطيت من المرجعية أن المجرب لا يجرب، وهم يقولون إحنا نمشي خلف كلام المرجعية؟ كل الكلام ده يطبق العكس، شنو معنى هذا الكلام؟ أخوي أخي العزيز، هم مو فشلهم، بالعكس هم ثبت نجاحهم الى ايران. هم جايين، هم يعترفون بعدم وبيهم طالعين من شقين يقول عمي احنا جايين للهدم مو للاصلاح. احنا جايين نسرق ننهب. تبقى قضيه المرجعيه، انا بالنسبه لي شخصيا كابو علي النجفي انا المرجعيه وياهم، ولا خلي يطلع سيد علي السيستاني، خلي يطلع كلمتين عنا على الهواء المباشر، خلي يقول انا براء من هاي الميليشيات، انا براء منهم عمي. نعم. هسه هم كل ساعه يقولون مرجعيه، هسه احنا ما اسمعنا صوت المرجعيه. نسمع وكلاء المرجعيه اللي هم
اكبر حرامي عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي، هم اكبر. زين انا اسال الشعب العراقي، يعني انتوا سكتوا بعد خلاص؟ سكتوا؟ يبودونا بابا راح يحكمونا بعد 4 سنوات ثانيه، وكلهم حراميه، كلهم مجرمين، كلهم ولا الدور تفضل، حتى من انشاق قام يصير وزير تربيه وزير التعليم ها. واليوم انا سمعت هذا جاي نعيمي ما ادري شو يسموه، هذا راح يلغي يعني راح يسوي اجبار الحجاب، بس انا مو ضد الحجاب، بس اوامر من خامنائي عمي. نعم. سيد يعني ابو علي انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا السيد ابو صلاح من كربلاء، تفضل يا ابو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوقك محمد، شلون حالك؟ حياك الله ابو صلاح، اهلا وسهلا. المعلق على فضاء قناه الرافدين البطله. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يسلمك. من هاي حكومه السودان، هي حكومه السودان مو شرعيه ولا المالكي شرعي ولا كلهم حرام. فحكومه السودان هي من حكومه المالكي. نعم. وللاسف المرجعيه ماكو مرجعيه كذب، مرجعيه متواطئه في العراق. لان هذا هسه الوزير هسه اللي خلوه هذا القوي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اي. اصلا هو هذا يقول لا الايران نعم. تدري سيد ابو صلاح انه وزارة التعليم العالي ما اعترفت بالجامعة الاسلامية اللبنانية، ما تعترف بهاي الجامعة ضمن مجموعة من الجامعات اللي اوقفت الاعتراف بها وبشهاداتها. يعني الان بالعراق اصبح لدينا وزير تعليم عالي الوزارة نفسها ما تعترف بشهادته. طيب شلون هالمنطق هذا؟ والله المنطق هذا كله جاء من ايران ومن هناك حزب الله، تدري انت هم نفس الشيء هذولا، وانطوا شهاده مدوره وانطوا عادي يعني كل شهاده ما في شهاده ما في. هم طلع لي واحد يوم مدير يبتين كلهم جايين على مود مناصب وعلى مود كلمود يعني ياخذونه مال العراق لا اكثر ولا اقل. نعم. سيد ابو صلاح انا اشكرك من كربلاء. ويانا حسام من كربلاء. السلام عليكم اخوي هشام من بابل، حياك الله هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوي منذ وجود هذه مراجع الدين، هذه هذول انياب انياب ايران هنا موجودة بالعراق، الله وكيلك، انياب ايران هنا موجودة، زين اذا انياب هل هي تخدم العراق انياب ايران؟ هذول كلهم هم يخدمون ايران ما يخدمون العراق. وكذلك الميليشيات والاحزاب الحاكمه كذلك هي جزء من انياب ومخالب ايران بالعراق. هذول متمردين، هذول الله وكيلك متمردين، كفيلك بالله هذول متمردين مستكبرين. شنو رايك بالتشكيله الحكوميه الجديده، الوزراء شنو رايك بهم وشنو رايك بمحمد الشيع السوداني؟ اخويا هذه التشكيله اصلا هذه الحكومه هي فاشله، هاي اصلا لا تخدم الا الدول اللي نصرتها، تلك الدول الفوضويه دول متمرده بوليسيه مجرمه، الله وكيلك جاءت ونصبتها تلك الاذناب هذه لتدمير العراق، لتكليف الشعب العراقي مزيدا من المعاناه. زين احنا تشوف مدارسكو مسافركو تجريف النخيل، تجريف البساتين في ديالى وفي البصره وفي اماكن اخرى، شو اكو بنيات اصال، اكو شيء احداث حدثت من قبل هذه الاذناب، هذه المخالب، اما مخالب ايران لو طيب. مخالب تلك الدول القذره الفاسده هذه. نعم. زين مرورا عندك هنا السجون والمعتقلات، السجون والمعتقلات المعتقلات مليئه بالمعتقلين، وبسببها اولئك مخالب ايران. نعم. سيد هشام نعم وصلت الفكره، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل الحديث معكم مشاهدينا الكرام فيما لدينا من مواضيع نستمر في عرضها لحضراتكم في هذه الحلقه. طبعا ننتقل الى محافظه البصره التي ينخرها الفساد الحكومي بعد ان تحولت الى لقمه سائغه للمحافظ اسعد العيداني والميليشيات المتنفذه كما يقول عراقيون، حيث أعلنت الشركة المنفذة لأكبر نافورة في العراق على شط العرب في محافظة البصرة عن سرقة أسلاك الكهرباء الغاطسة بالماء والمشغلة
للنافورة الراقصة التي جرى افتتاحها قبل أيام قليلة ضمن إطار الاستعداد لاستضافة خليجي 25 لكرة القدم، ما أدى إلى توقف تشغيلها. طبعا اتهمت حسابات من محافظة البصرة على منصات التواصل الاجتماعي المدعو أبو تراب التميمي القيادي في الحشد بإرسال جماعته لسرقة الأسلاك في محاولة لتأليب الرأي العام على الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لاتهامها بالفساد. طبعا إلى ذلك نشر الناشط حسين الشحماني من البصرة مقطعا مصورا تحدث فيه عن هذا الموضوع، دعونا نستمع لما قال. يعني نافورة اشتغلت يوم واحد تجي تتبع وايرها وتلفها وتاخذها وتروح، إلى متى هذا التخلف؟ شنو استفادة الواير؟ والله لو جاني أنا أعطي 25,000 50,000 وخلي هاي الناس تباوع عليه. هسه الله ذكرتونا بأيام السقوط من طاح صدام، واحد يركض على المستشفى يبو غراضة، واحد يروح للجامعة يبو كراسيه، واحد يروح مدوان يبوه. يعني أنتم تعلمتوا على الفرهود على البول؟ خلوا نافورة تشتغل، الناس أبسط الأمور جديد تفرح بيها. الناس شلون ما كان نافورة اشتغلت يوم واحد تجي تقطع وايرة وتبدك ليش؟ هسه جاي نصبون كاميرات عندناهم، خلي يحطون كاميرات ويحطون حراس حتى نقص من الزباين. شنو فايدة الواير تقطع بقطعة وتعوفها وتروح؟ تخريب. هسه عندك عداوة فلان فلان، ناس شنو ذنبه؟ الله أكبر على روسهم. نبقى في البصرة مشاهدينا الكرام. محافظ البصرة أسعد العيداني يبدو أنه لا يكاد يدخر جهدا لتحسين صورته وتلميعها بما في هذه الوسائل اللجوء لاستغلال حاجة الأطفال الأيتام، ثم بعد ذلك يصورهم وهم يمجدون به بعد توزيع المساعدات عليهم في مشهد أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وسط دعوات لمنظمات الطفولة بالتدخل للحد من هذه التصرفات. لنشاهد. كل احنا راح نقول كل احنا وياك شيخ اسعد العيداني كل احنا لنتابع الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا أسعد الوائلي يقول: يعني هو الموظف يأخذ راتب مقابل واجبة، وبهذه الطريقة تعلم الأطفال على التعظيم على الواجبات؟ الأجدر تعلم الأطفال الواجبات تجاه بلدهم وليس الشخصيات تجاه واجبهم مع الأسف. أبو حسام المنصوري يقول: لا تعلمون الأطفال على التملق. لدينا علي البصراوي يقول: هذولا عندهم رحلات بالمدرسة لو قاعدين بالقاع، ما تستحون وتبطلون لواقة؟ هسا أنتم لوقية، الجهال شنو ذنبهم؟ تعلموهم على اللواقة. هاني البصراوي يقول: هاي عبودية، المحافظ ورئيس الدولة والنائب كلهم خدام للشعب. ويانا أمين من الرمادي، تفضل يا أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أستاذ. حياك الله أمين، أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ، احنا على مضاف بحيرة الحضانية ونعاني جدا، نعاني من شحة المياه. نعم. ونقدر بس تقدر توصلنا صوتنا عجنا شدنا بحينا ملينا، ما حد يبتدي لنا. نعم، شنو دور المسؤولين بالمحافظة يا أمين؟ والله المسؤولين جمي المسؤولين وشافوا البحيرة، وشافوا البحيرة يعني نشت ما ضمنها شيء قليل. ولله المستكى يا رب. وش نسوي؟ وش سووا من شافوا البحيرة مهددة بالجفاف؟ ايش سوى المسؤول عندكم بالمحافظة؟ ما سوى كل شيء، سوى جاء صور وراح، كل شيء ما سوى. وعدكم انه يحل المسألة؟ وعود كاذبة هاي شاكتات. نعم. شلون عايشين هسه في ظل
النقص الحاد بالمياه، وطبعا هذا الموضوع مو بس عندكم، هو بكل العراق موجود. نعم. شلون بدكم تعيشون هسه وعندكم نقص حاد بالمياه يا امين؟ شنو البدائل اللي تستخدموها؟ شلون بدكم تعيشون؟ والله يا اخي قاعد نحفر على الاساله ويجينا مي ما راح ناذينا، هل ناذينا؟ نعم. سيد امين، تتوقع الحكومه الجديده راح تحل مشاكلكم؟ والله يا اخي نسال الله عز وجل ان ينتبهون للمواطن بعين الاعتبار. نعم. وان يدافعون علينا كابنائهم. نعم. سيد امين، انا اشكر حضرتك واتمنى صوتك يوصل، وهذه رساله الى من يهمه الامر فيما يتعلق بملف المياه في العراق، وكذلك هو تاكيد على ان من حكموا العراق ولا يزالون لم يقدموا اي شيء لهذا البلد، وملف المياه من اخطر واهم الملفات الموجوده في العراق وفي العالم هي حقيقه. هناك اخطار محدقه بالعراق وخاصه المياه، والجفاف هو ضرب مناطق كثيره في العراق، وتابعتم انخفاض مناسيب المياه في نهري دجله والفرات وجفاف بحيرات و يعني ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي وغيرها بسبب قلة المياه، وهذا طبعا بسبب الإهمال الحكومي. لو كانت هناك حكومة قادرة على استعادة حقوق العراقيين المسلوبة، على تدويل القضية المتعلقة بالمياه، على استرجاع ما لدى العراقيين، ما لدى دول أخرى من مياه العراقيين، لما وصلنا إلى هذا الحد، بالإضافة إلى الإهمال المستمر فيما يتعلق بإخطارات بعض الدول، أو خاصة تركيا. عندما نتحدث بتركيا عن تركيا التي أخطرت الجانب العراقي كثير من المرات بشأن قيامها بإنشاء سدود، وعلى العراق أن يستعد، ومع هذا لم يكترث من يحكمون العراق وجعلوا الموضوع بالنسبة لهم غير مهم، لأن هناك أمور أخرى يولوها الاهتمام كالسرقات والفساد وتدمير البلد، وبالتالي موضوع المياه موضوع ليس مهما بالنسبة لهؤلاء. نتمنى أن تصل رسالة السيد أمين، وطبعا أيضا تغاضيهم عن قطع المياه من الجانب الإيراني، ووعود وزير الموارد المائية السابق بتدويل القضية ولم تدول، وكل هذه الأمور أنتم تعلمون بها مشاهدينا. لكن دعونا نكمل ما لدينا وننتقل من حديث السيد أمين من الرمادي عن المياه إلى الكهرباء في العراق، الملف الآخر الذي يضاهي ملف المياه من ناحية التأثير والقوة. أظهر مقطع مصور من قطاع 72 في مدينة الصدر شرقية بغداد لجوء الأهالي إلى جمع التبرعات لتوفير قطع احتياطية لمنظومة الكهرباء بعد تعطلها في ظل العجز الحكومي عن توفير التخصيصات المالية لصيانة مثل هذه الأعطال. يعني تخيلوا أنه بلد فيه احتياطي نقدي يقدر ب90 مليار دولار، ومواطنوه يجمعون التبرعات لإصلاح عطل فني لعدم وجود تخصيصات مالية. دعونا نشاهد. هاي الكهرباء طاقة عندنا من البارحة، رحنا للدائرة يقولون والله ما عندنا هاي الفيوزات، تعال صور هاي الفيوزات. زين، هذني اشتريناهن ب300 ألف، لمينا من الناس على 5000 وعلى 10 اشتريناهن من سوق مريدي. زين، وهسه منتظرينه يجي يشدهن. شنو ذنب هاي الناس الكسبة؟ هو قوة يطلعون قوتهم اليومي، تعال تلم منهم وتصرف على وزارة الكهرباء. هذا حكي، هذا منطق بالله؟ وانت بقى احنا قطاع 72 ورا العيادة، هاي الميزانية هسه جاي اصور بيها. زين، هسه منتظرين الولد يجي يشدها. هاي الله شاهد علينا. زين، الله شاهد علينا، هاي لمينا فلوسها من البيوت وناس ما عندهم قوة طونة. زين، ب300 ألف، هذني سعرهن 300 ألف. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن ملف الكهرباء. عندنا تعليق من ناجي يقول: أي والله، جمعنا من كل بيت 5000 وميزانية الدولة مليارات، كلها رايحة للحرامية. تعليق من علي رزاق يقول: أفضل حل سويته من اشتريته على حسابكم الخاص، إذا تبقى على وزارة الكهرباء سلم لي. مهداوي الكناني يقول: قبل أسبوع نفس الحالة اشترينا
وجوي شدوهن وفوقاها انطيناهم فلوس حتى يشدوهن. وسجاد برهان الشويلي يقول أفضل اشتريته على حساب الخاص، على الحساب الخاص، لأن حتى لو أكو بمخازن وزارة الكهرباء أو المخازن مال الكهرباء كتابنا وكتابكم ومخاطبات تأكل أشهر عدة. يذكر مشاهدينا الكرام أن بحسب أرقام وزارة الكهرباء واللجان البرلمانية الحكومية المعنية بتمويل الوزارات أكدوا جميعا أن العراق أنفق من 2003 لغاية هذه اللحظة أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، وبعض الأرقام تقول أكثر من 100 مليار دولار على هذا القطاع. أكثر من 100 مليار دولار ليست تكفي فقط لإنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، بل تكفي لأن يبيع العراق كهرباء فائضة عن حاجته إلى كثير من الدول المحيطة. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج، لكن قبل الهاشتاج دعونا نأخذ اتصال من السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إلى قناة الرافدين. حياك الله. طبعا هي ضد بريطانيا أو أوصف العملية عصابة سقط على بيت. بيت هو العراق، والعصابة ذول الناس اللي يسد يحكمون صار لهم أكثر من 20 سنة. ولذلك أنت تلاحظ بالوقت الحالي نعم. يعني توزيع الوزراء لا استنادا إلى الكفاءة ولا المهنية ولا إلى التاريخ المشرف بالنسبة لهم. نعم. أنت من تبارع وزير التعليم العالي حصل على شهادة ما معترف فيها بها نفس وزارة التعليم العالي. نعم. يعني معناته ما احترموا الكفاءات والشهادات. يعني أنا زوجتي خريجة بريطانيا، يعني والله التعب مو طبيعي باللغة. نعم. بالدراسة بالبحث، الآن حصلت الدكتوراه بأكثر من 5 سنوات. صعوبة يجي يقودها واحد مثل نعيم العبودي، والله جريمة هاي. يعني مو بس جريمة عظمى. أما عن الكهرباء معروف عالميا كلفة الميجا واط الواحد هو بالضبط محسوبة مليون دولار، يسموها كارنكي، يعني يطوق مفتاح للمحطة. انت صارف 100 مليار دولار، يعني كان تقدر توفر 100,000 ميجا واط إلى العراق مثل ما تفضلت حضرتك. مو بس تكفي العراق، كفي العراق وتصدر إلى دول الجوار. وأنا أشكرك جدا. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. وقف التصوير. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة هذا اليوم من برنامج صوتكم. ويانا السيد محمد من أمريكا. تفضل يا محمد. السلام عليكم وحيا قناة الرافدين البطلة. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد حياك الله. أهلا وسهلا. لحد الآن هم جايين تدمير العراق. نعم. أحمد واجهك هي ما وين أكو مرجعية عربية، وهذا هذا السيستاني فارسي، ذاك وكيله شو اسمه باكستاني، ولا عم ليس عرب، ولا مرجعية بالنجف مو عربي، سفير محمد مو عربي. شنو رأيك بالحكومة الجديدة؟ والله رأيي حكومة اليوم ما تقول عن العراقيين، سفير الله نفس الحشاك نفس البريج نفس الطاسم نفس الحشاك. دولة حمودي حتبني الانفجارات، هذا هو صهريج هدية للعراق، هذا صهريج الفجرة. سفير محمد شوف شنو مخزنين بيه صواريخ، شوف مخزنين بيه سفيرك الله،
وشوف اليوم اسود على الطلبه، عندي ملاحظه للطلبه جماعه المحافظات على راس يكون خواتنا يجي يجامل من العراق، ترى كفيكم محمد يخلون للطالبات مخدرات اكيد بالمخدرات طيب وياكل الخطيه ما يدري. شكرا محمد من امريكان. نعم وصلت الفكره، نشكر حضرتك للمشاركه. ويانا ابو علي من الديوانيه، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل دار الدوله تسمى باسم لو حزب فلان اي اعطونا حصانه، لو دار حزب فلان لو تابع القبيله، وهذا هو الذي ادى بفساد وفشل الدوله الحكومات المتعاقبه. الكهرباء والماء كان بالثمانينات ينعطى للمواطن خصوصا المناطق الفقيره ياخذون من عندها، والمناطق المحافظات الضخمه ياخذون من عندها اسعار رمزيه. الكهرباء والماء من جودتهم، يعني كلكم عايشين جودتهم، وذاك كان النظام طاغ وهيك هيك عنده يعني تصرفات، والصحه مجانا. اليوم لو جينا الكهرباء والماء هذا المتعفن المال صرف الصحي بالشطوط، نعم الدوله قامت تاخذ عليها جبايه لا صايره ولا تصير، ولازم يختلف انه محاوله يمتحن فيها المواطن. زين هذا اللي لموله المحاوله زين نفس تبو الكهرباء من يجيب مقصه بالصيف ويقص الوادم الا تعطونه جبايه. هاي يعرف بيها بس ما يعرف ما يصلح للمواطن، ما يعرف حطوا فلوس النفط للناس خلى مد الناس هي تعطيكم جبايه، زين انتم لا ماخذينها كلها النفط والجبايه وكلها ماخذينها، المواطن ايش مطينا بالعراق؟ حتى ما مطينا ارض بالعراق. برايك المسكن راح يتغير شيء بالحكومه الجديده؟ الاداء الحكومي راح يختلف؟ والله لا ظلت على مسارها الاولي ترجع لي مرحله لا والله تصير هجره من العراق هجره جماعيه. نعم. ولا ربما ان شاء الله نقول يعني محمد السوداني لا يضرب من عصا من حديد. مو اول اعلامه مثل كاظمي تضمين القاع الى على إزمة على المساعدات. طيب شنو الادوات الادوات اللي يمتلكها محمد السوداني حتى يضرب بيد من حديد اذا هو جاء عن طريق الاحزاب اللي هي مسؤوله ومتهمه عن تدمير او بتدمير البلد؟ الميليشيات اليوم تغني وترقص على مجيء السوداني وحكومته، الاختيارات اللي صارت للوزراء اختيارات كارثية، شنو البوادر اللي ممكن نعتمد عليها ونقول انه محمد السوداني راح يختلف عن سابقه؟ خلي يطلع بالتلفاز امام العالم كله يقول خلي يفوض للشعب، الا هو مفوضينه بعد شعب هذا المظلوم، ولا يريد تنفيذ من الشعب جاهز الشعب. بس كون يضرب بيد الحديد ويعيد حقوقنا اللي حقوقنا سلبت صارنا حقوق للساعه، حتى صدام سلب حقوقنا سلب دمانا، بس كانت اكو عده بالثمانينات اكو عندهم خط رحمه، بس ذول انتقامهم لا يطلع بالاعلام ويقول خلي يفوض من الشعب واضرب من الحديد على الفاسدين، ثق 40 مليون كلها تهوس بالشوارع. ولا يقول فوضوني الاحزاب الفازله، لا والله هو نعم. على حال الكاظم ان شاء الله، على الكاظم ان شاء الله. نعم. وصلت الفكره ابو علي من الديوانيه، انا اشكر حضرتك. الشعب العراقي لو يريد يفوض واحد من ذولا كان طلع وفوض، كان شارك بانتخابات واختار الشخص اللي يريده. لكن اكبر دليل ان العراقيين مقاطعون او رافضون للعمليه السياسيه هي مقاطعتهم للانتخابات اللي صارت، اللي يشوفون انه ما راح تغير من شيء، حتى لو ذهبوا الى الانتخابات لن يتم يعني اختيار الشخص اللي اختار الشعب او تنصيبه، لا حيكون الموضوع وفق المحاصصة ووفق التوافق، والنتيجة هاي صراعات على مدى عام كامل من الانتخابات، والنتيجة جاءوا بنفس الأشخاص اللي طلعوا من نفس الأحزاب المتهمة بتدمير العراق. لو كان الموضوع يعتمد على الشعب فالشعب قال كلمته بتشرين، خرج يطالب بإسقاط النظام، لا يعترف بهذه الحكومة ولا بهذه الأحزاب ولا بالطريقة التي تدار بها الدولة، ويريد الشعب أن يرحل هؤلاء جميعا ويتم الإتيان بالوطنيين
الكفاءات، المستقلين الذين يستطيعون خدمة العراق. هذا كان المطلب الشعبي، لو كانوا يحترمون الشعب أصلاً لنظروا إلى هذه المطالب ولا حققوها، لكن النتيجة الكل يعرفها. عندنا رسالة من مهدي من كربلاء يقول: السلام عليكم، أقول العلي خامنئي، صار لك 20 سنة تدعم الحرامية والفاسدين وتجار المخدرات والقتلة أمثال نور المالكي وقيس الخزعلي، إيش وقت تتوب وانترج لك باب قبرك؟ هذه رسالة من أحد المشاركين. لدينا فقرة الهاشتاج مشاهدين الكرام. طبعا سخر ناشطون من إعلان محمد السوداني أن لا وجود لأي خطوط حمراء بشأن محاسبة الفاسدين وغيرهم في العراق. طبعا تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي واسما بعنوان السوداني مرفوض باسم الشعب. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت. مصعب عبد العزيز يقول: خل واحد يقول لمحمد السوداني ما يظهر نفسه مثل جريندايزر، كلنا نعرف من هو ومن وراه ومن يحركه وشنو مهمته، فلا يسوي حركات بهلوانية ولا يرفع شعارات طنانة ضد الفساد وما أدري شنو، خليه ينهي مهمته إنها ما بدأ به المالكي. تغريدة من شروق تقول: تسقط حكومة الكاتم والمحاصصة. دكتور بشار سبعاوي يقول: تشرين تقول كلمتها للتاريخ، مرشح الإطار الإيراني السوداني مرفوض باسم الشعب. تغريدة من بارق يقول: ما موقف المرجعية الشيعية العليا في النجف بعد أن تجاهلت الكتل الشيعية مطلبها بعدم تجريب المجرب، وجرى اختيار وزراء سابقين ورئيس حكومة كان وزيرا، هل كان الطلب مرحليا لمجاراة الغضب الشعبي حينذاك؟ طبعا هذه جزء من التغريدات التي وردت مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا، وهي فقرة الإنفوغرافيك. لدينا مشاهدينا هذه المادة التي أعدها قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، دعونا نتابعها. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.